يعني زينب، الفقرة اللي رح نكون فيها هلأ هي كتير مميزة، وأكيد بتلامس كل الأمهات اللي عندهم أطفال بأعمار مبكرة. قديه نحن فعلا بحاجة إنه نحكي قصة لابننا قبل ما ينام، قديه لها هي دور كتير كبير إن كان بينمي خياله وحتى شخصيته، وبنفس الوقت هي تسلية للطفل. أكيد فرح مثل ما قلتي، وخاصة بظهور مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت اللي أخذين حيز كبير من الأطفال وعم يعملوا لهم مشاكل يمكن نفسية واجتماعية وصعوبات تعلم وكمان تكلم خلينا نقول. صحيح، فكتير مهم اليوم إنه يتشارك الطفل بمخيلته مع الأم لما تحكي له قصة. أكيد القصة قد ما إلها فوائد بتنمية شخصية الطفل، الخيال والقدرة يمكن على يمكن رؤية العالم بطريقة مختلفة بتناسب الطفل وبتكون ميوله واتجاهاته. رح نحكي عن هي الأهمية بشكل مفصل أكثر مع ضيفنا الأستاذ قحطان بيرقدار، مدير منشورات الطفل بالهيئة العامة السورية للكتاب ورئيس تحرير مجلة أسامة للأطفال. يسعد صباحك أستاذ قحطان، أهلا صباح. وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك أستاذ قحطان. يعني عم نحكي اليوم على القصة، بعض الأهالي يمكن أنه يحكوها لأولادهم ليناموا أو ليضيعوا وقت أو للتسلية، لكن خلينا ناخذها من منحة تاني. اليوم قديه مهمة القصة للأطفال كأسلوب تربوي، خاصة مثل ما قلنا نحن دائما أنه في عنا مثلا مواقع الإنترنت اللي عم ممكن تصدر لنا أفكار غريبة شوي عنا. اليوم قديه مهم اليوم القصة كأسلوب تربوي ونرجعه لعاداتنا لأفكارنا لقيمنا للطفل من الصغر. تمام. هلا بالنسبه كما تفضلتي، الاساس بالقصه هو موضوع المتعه والاثاره والتشويق والتسليه. هذا امر اساسي لانه هو من حاجيات الطفل. صحيح. يعني الطفل يتطلب ذلك بكل تاكيد، فلا خلاف على ان القصه يجب ان تكون ممتعه ومسليه والى اخره. لكن الجانب الاساسي الاخر هو ان تحمل هذه القصه قيمه تربويه. يعني نحن عندما نكتب للاطفال، صحيح نكتب لنمتع الطفل ونسليه، لكن بنفس الوقت نكتب لنعلمه، نكتب لنربيه، لنقدم له منظومة قيم تربوية طبعا صالحة لكل زمان ومكان يتعارف عليها الجميع. بالتالي هذه القيم ستنغرس في نفس الطفل من خلال القصص التي يطلع عليها أو التي نحكيها له يعني منذ يعني بدايات طفولته. بالتالي القصة هي وسيلة تربوية مهمة جدا يعني تجاه الطفل. اليوم أستاذ قحطان، يعني لما بنحكي عن الخصوصية الكبيرة لمجلة أسامة، فهي ذاكرة بيدخل كل شخص وبكل إنسان سوري. يمكن نادر ما تلاقي شاب سوري أو صبية ما عاش فترة مجلة أسامة وفات بتفاصيله وشدته. اليوم كيف قدرت مجلة أسامة على مدار هي السنين الطويلة يمكن تحافظ على روح الشغف عند الطفل وتشده لحتى تخليه هو يتروح على المكتبة ويشتري هي المجلة، مع هذا التطور يلي كنا عم نحكي احنا عنه، تكنولوجيا يمكن. نعم. مجلات كتير، قنوات الأطفال اليوم لا تعد ولا تحصى يمكن. فكيف قدرت مجلة أسامة تواكب هذا التطور؟ يعني مجلة أسامة معروف أنها مجلة عريقة جدا، تعتبر يعني من نقاط العلام في عالم مجلات الأطفال السورية. الذين أسسوها هم من العمالقة، من المبدعين الحقيقيين، سواء في المجال الأدبي أو في المجال الفني. بالتالي يعني جيل بعد جيل حمل الرسالة الأولى التي أسسها الأوائل في هذه المجلة، ولا تزال المجلة يعني تحافظ على حضورها رغم صعوبة الظروف يعني بشكل عام، ولكن لا تزال تحاول على أن يعني تقدم النوعية الجيدة، تركز على النوع أكثر مما تركز على يعني الكم. بالتالي القصة هي أساسية في مجلة أسامة، سواء القصة السردية العادية أم القصة المصورة التي يعني تسمى السيناريو أو الكوميك. نعم. نعم. يعني هلا ممكن كثير من الناس اللي عم بيشوفونا عم بيقولوا انه طيب انه القصة الورقية هلا بهذا الوقت ما انا كثير محبذة للأطفال، خاصة بوجود عوامل هيك مثل يعني بتجذب الأطفال. نعم. مثل المواقع الإلكترونية، الإنترنت، المواقع الرقمية، رقمنة القصص أول شيء، شو مخاطرة على الأطفال. وأنتوا اليوم كمجلة أسامة القديمة العريقة الورقية، هل ما زال بعض الناس عم يشتروا هي ويحكوها؟ نعم. للقصص؟ هلا بالتأكيد يعني عالم الإنترنت عموما وعلاقة الطفل بهذا العالم يعني أمر يستحق الوقوف عنده مليا. طبعا هو سلاح ذو حدين، أن يأخذ الطفل إلى بر الأمان والسلام
وممكن أن يأخذه إلى عكس ذلك. بالتالي هنا يجب أن يكون هناك ترشيد من الأهل، من المدرسة، من المربين بشكل عام، من المجتمع عموما. الحقيقة مجلة أسامة لا تزال يعني تصدر ولا تزال تحاول أن تواكب يعني تطورات العصر والتكنولوجيا. بالتالي هناك موقع الهيئة العامة السورية للكتاب، ننشر عليه مجلة أسامة كملف PDF، يستطيع يعني أي مشترك أن يدخل ويحمل هذا الملف ويطلع على العدد إلكترونيا. كذلك هناك صفحة المجلة على الفيسبوك، ننشر فيها مواد المجلة، كل مادة على حدة في منشور مستقل. بالتالي من ناحية أخرى هنا أعود إلى الكتاب الورقي، يعني نحن من خلال علاقتنا مع الأطفال واحتكاكنا الدائم بهم، الطفل لا يزال منشدا إلى الكتاب الورقي، ولكن يجب أن نقدم له الكتاب الذي يعني يليق به، الذي يشده ويمتعه في الوقت نفسه. والطفل كثير ذكي أستاذ قحطان، يعني هو قادر يميز بين المجلة الحلوة، المجلة اللي بتشده، وقادر يقول ما بدي هذا النوع من المجلات. أكيد اليوم لما بنحكي كثير عن فوائد القصة وتوجهاتها وكيف بتساهم بتنمية شخصية الطفل، بالمقابل لما نحن بنحرم الطفل من هي المتعة ما بيكون عندنا هذا الإدراك لهي الأهمية. خلينا نحكي عن خطورة هذا الموضوع وكيف بيأثر على شخصية الطفل. يعني يجب أن يعني إضافة إلى أننا يعني ندفع الطفل إلى المدرسة لكي يتعلم، هذا أمر أساسي يعني لا شك في ذلك، ولكن في الوقت نفسه يجب أن نقدم له ثقافة رديفة. هذه الثقافة الرديفة تتمثل في المجلات، في الكتب، في قصص الأطفال. يعني دائما يجب أن يحرص الأهل على أن يقدموا لأطفالهم ثقافة من خارج المنهاج المدرسي، من خلال مثلا زيارة معارض الكتاب التي تقام، من خلال زيارة المكتبات العامة الموجودة في المراكز الثقافية المنتشرة في كل مكان. يعني هذه قد أحيانا تكون غائبة عن بعض الأهل، يعني يظنون أننا كون الطفل في المدرسة فهذا كافي. لا أبدا، المدرسة لا تصنع طفلا مثقفا، قد تصنع طفلا متعلما يعني، ولكن الطفل المثقف الثقافي شيء آخر، تحتاج إلى روافد أخرى. نعم. طب خلينا كمان أستاذ قحطان نحكي عن المشاركات اللي أنتوا بتقوموا فيها وبتبادروا فيها لإشراك الأطفال بمخيلتهم للتعبير عن مواهبهم. نعم. إن كان كتابة قصص أو رسومات أو المشاركة بأي شيء، وتقييمها بين الأفضل والمبدعين وتحفيزهم وتشجيعهم. قديم مهمة هي الخطوة اليوم كمان بوقتنا حتى يحس الطفل حاله أنه هو، هل هو قادر انه يعبر عن اللي عن مخيلته مثل ما بيقولوا؟ في مديرية منشورات الطفل في الهيئة العامة السورية للكتاب هناك بعض السلاسل التي تصدر في كل شهر، وهي سلاسل قصصية. من هذه السلاسل هناك سلسلة اسمها أطفال مبدعون، هي عبارة عن قصة قصيرة يكتبها طفل ويرسمها طفل آخر. هذه تصدر كل شهر، يعني طفل كاتب وطفل رسام يشتركان معا في صنع هذا العمل. هذا من جانب. في مجلة أسامة هناك صفحات مخصصة للأطفال الموهوبين في الكتابة أو الأطفال الموهوبين في الرسم أيضا. كذلك في مجلة شامة أيضا التي تصدر عن مديرية منشورات الطفل هناك إشراك للأطفال بشكل كبير وواسع. يعني نحاول قدر الإمكان أن نشرك الأطفال، أن ننمي مواهبهم. إضافة إلى ذلك من خلال الأنشطة التي نقيمها للأطفال، من خلال زياراتنا المتكررة إلى المدارس، إلى رياض الأطفال، نحاول أن نكون مع الأطفال في كل مكان. يعني قد يمكن زينب شعور حلو، متذكر يمكن لما كنا صغار مجرد طفل أو أي شخص شاف يمكن اسمه موجودة بمجلة أو بمشاركة معينة، فهي قد بتقوي هذا الشيء شخصيته وبتشجعه على المشاركة أكثر، قد بتلامسه هذا الشيء. يعني هذا أمر يبقى منحفرا في ذاكرة الطفل. يعني أنا الآن يتصل بي أحيانا أناس من متابعي أسامة القدامى، يعني يقول لي مثلا في سنة 87 في العدد كذا هناك مشاركة لي عندما كنت طفلا. فبالتالي هذا الأمر يبقى مع الطفل ويؤثر عليه إيجابا بشكل ذاكرة للطفل، بتبقى معه يمكن تماماً خلال فترة حياته. اليوم ممكن تأخذوا آراء الأطفال، أحد الأطفال مثلا اقترح زاوية معينة جديدة هي من أساس المجلة غير موجودة، بس هو حب أنه يشارككم برأيه أنه هيك ممكن تكون قصة معينة، زاوية معينة جديدة، ما مدى يمكن تقدروا أنتوا تلبوا هذا الرأي أو هي الصورة اللي هو حابب يضيفها. تمام. يعني هناك نوافذ اتصال بيننا وبين الأطفال، منها يعني عبر الزيارات المباشرة إلى مقر المجلة، ومنها عبر الإنترنت. يعني
وصفحة المجلة على الفيسبوك، أي فكرة يقدمها الأطفال نجد يعني أنها تصلح للبناء عليها، يعني تأخذوها بعين الاعتبار، نتبناها بكل تأكيد. طبعا نحاول أن نوجه هذه الفكرة، أن نصقلها أكثر، ثم بالفعل يعني يجدها الطفل منشورة على صفحات المجلة. يعني أنتوا اليوم حاولتوا هيك تقاربوا بين هذا الزمن والزمن القديم، بين المجلة الورقية وعصر الإنترنت، في مواقع لمجلة أسامة مثلا عم تواكبوا التطور عصر السرعة، لا. شو الشيء اللي أنتوا حافظتوا عليه مستحيل أنه يتبدل؟ يعني هلأ العدد الورقي أساسي يصدر يعني في كل شهر، ربما في فترة يعني هذا العام الماضي بسبب الحجر الصحي توقفت الطباعة الورقية، تمام. ولكننا الآن عدنا من جديد إلى الطباعة الورقية. في موازاة ذلك حرصنا على النشر الإلكتروني، فموقع الهيئة العامة السورية للكتاب تنشر فيه مجلة أسامة، مجلة شامة، السلاسل التي نوجهها للأطفال عبر روابط وملفات PDF يستطيع الأطفال يعني أن يطلعوا عليها. بالتالي نحن رغم صعوبة الظروف يعني والحالة الاقتصادية الصعبة التي نعيشها، نحاول يعني أن لا ننقطع يعني عن الأطفال، أن نبقى مستمرين ولو بقدر اليسير. وبعدها نفسها هي القديمة، الأشياء القديمة اللي كانت فيها بعدها مستمرة بالمجلة؟ بالتأكيد يعني هناك أبواب نحافظ عليها، يعني نحاول دائما أن نربط ما بين الماضي والحاضر، نعود إلى أرشيف المجلة القديم أحيانا وننتقي منه مواد ونعيد نشرها في المجلة لكي نعرف أطفال اليوم بما فعله مبدعو الأمس. يعني كثير حبيت هي الجملة، فعلا هو إرث حقيقي لنا كلياتنا. مجلة أسامة ذاكرة يمكن لكثير من الشباب، أنا واحدة منهم، فبدي أقول لك كثير شكرا أستاذ قحطان. نتمنى دائما مجلة أسامة تحافظ على هي المكانة وعلى هي الصورة اللطيفة بأذهان كل الأطفال. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا، تحياتي لكم. أنا أكيدة إنه فرح هلأ بدها تروح تجيب لأبنها العباس كثير مجلة أسامة. مقر المجلة أهلا وسهلا فيكم، بتزورونا. شكرا لك، أكيد رح يكون إلنا. شكرا لوجودك معنا ودائما موفقين، وتبقى فعلا هالمجلة جزء من ذاكرة كثير من الأجيال السورية. شكرا جزيلا، يعطيكم العافية.